بلانت مغني فرقة ليد زيبلين سابقا، والبالغ من العمر 66 عاما، يصدر ألبومه العاشر بعنوان Lullaby in the Ceaseless Roar، وهو أول ألبوم استوديو يصدره بعد انضمامه إلى فرقة الروك The Sensational Space Shifters. لكن اسم الفرقة لا يظهر على غطاء الألبوم الذي تأثرت أغانيه بالموسيقى الإفريقية إضافة إلى موسيقى الجاز، وهو ما نلاحظه في أغنية Rainbow. العديد من التأثيرات الموسيقية أتت من شمال إفريقيا، وأعتقد أن ذلك كان أمراً جيداً ومقنعاً أيضاً. نحن نستخدم هذا النوع من الموسيقى على خشبة المسرح عندما نزيد من وتيرة الإيقاع. شعرت أنني أريد أن أفعل شيئاً مختلفاً، دعنا نقول شيئاً يشبه روي أوربيسون ويشبهني أيضاً. اسم روبرت بلانت برز في عالم الموسيقى منذ العام 1969، واعتبر من أعظم المغنين في تاريخ الروك أند رول. أشهر أغانيه تعود إلى 40 سنة خلت، وتعتبر من كلاسيكيات فرقة ليد زيبلين، ولكن عندما يؤديها بلانت على المسرح فإنه يطفي عليها نفسا جديدا. حسنا، عندما نتحدث عن أغنية تعود إلى 30 أو 40 عاما، نشعر أنها تلونت بلون بشرة صاحبها إن صح التعبير. لقد شاركت في كتابة العديد من الأغاني التي تعود بقوة اليوم، ولكن عندما أوديها الآن أحاول إدخال آلات موسيقية جديدة، ما يجعلها تنسجم مع تجربة الموسيقية في السنوات الأخيرة. روبرت بلانت قام بجولة فنية صيفية لترويج لألبومه الجديد، جولة أخذته إلى أوروبا وشمال إفريقيا واليابان، وسيحلق هذا الخريف إلى أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وإيرلندا مع فرقة The Sensational Space Shifters. I'll sing my song for you and I'll carry on.